هلا الموضوع ليس جديد كليا، يعني احنا في بدايه الثمانينات يعني 1981 امريكان ايرلاينز اطلقت شيء مشابه وقتها، وكان مسمينه ايرباص، كان برودكت طموح ما زال موجود لكن بشكل مختلف كليا. الفكره كانت للمسافرين الدرجه الاولى على انه يسافروا لاي وجهه مقابل رسوم سنويه طبعا مرتفعه نسبه للي عملته ويز اير. ويز اير وفي عدة شركات تانية خلال العقود المنصرمة يعني قامت بإطلاق أمور مشابهة. ويز اير طبعا معروفة شركة طيران منخفضة التكاليف، مقرها في أوروبا في بودابست. عندهم خطة طموحة للسيطرة على سوق النقل الاقتصادي. احنا طبعا كلنا بنعرف في منافسة كبيرة خصوصا بالسوق الأوروبي على هذا الموضوع. الفكرة طموحة، الفكرة جديدة بالنسبة للسوق الأوروبي بالتأكيد. بالنسبة لهم هم بحاجة، يعني إذا عندهم طلبات طيران، طيارات كثيرة قادمة حالياً بتم استلامها خلال 10 سنوات القادمة، بيحاولوا يسيطروا على السوق، بدهم يلاقوا طريقة توفير تكاليف لتحقيق منافسة مرضية بالنسبة لهم مع المسافرين، بدهم يحولوا مسافرين من مسافرين على شركة طيران منخفضة التكاليف مسافرين كاملين ولا للشركة بالتأكيد. عندهم شبكة كبيرة ضمن الاتحاد الأوروبي وحتى خارج أوروبا، بيسافروا لمناطق كثيرة منها الإمارات وعدة دول بالمنطقة. كمان بيعنينهم الموضوع. في اليوم ترند جديد، خلينا نقول، أو في شيء جديد بيحاول شركات الطيران إنه وشركات شغل الفنادق تقوم فيه، هو بيسموه السفر العفوي. يعني تخطيط قصير المدى للسفر، قبل 3 أو 4 أيام يتم حجز وجهات قريبة ساعة ساعة ونص بوجود خدمه مشابهه لهي. انت فعليا اليوم بتدفع 499 يورو او 500 يورو، وهذا بتيح لك سفر غير محدود لمده سنه. الموضوع مغري جدا طبعا، بدون حقائب، بدون في اضافات كثيره، في رسوم اصدار تذكره بعدين، في تفاصيل بعيده عن موضوع التسويق او موضوع الترويج اللي بيقوم حاليا. الفتره لغايه يوم الجمعه القادم بعدها حتصير باضافه 100 يورو زياده، حتكون بحوالي 600 يورو. مأمون، دعني فقط أسأل، هل يعني هذه الأسعار أو هذه الصفقة تعتبر جيدة يعني للمسافرين الدائمين؟ للمسافر طبعا جيدة جدا، لأنه اليوم احنا نتكلم في وسط سعر تذكرة اليوم موجود ضمن دول الاتحاد الأوروبي، احنا نتكلم بحوالي ما بين 50 ل 150 يورو على الرحلة الواحدة. وبالتالي انت يعني فعليا لو عندك سفر متكرر إن كان للأعمال أو للترفيه أو لزيارة أقارب أو لأي سبب، ممكن لو عندك أكثر من 4 سفرات أو 5 سفرات في السنة ضمن الاتحاد الأوروبي، فأنت فعليا حققت المطلوب وأكثر بشوي. فطبعا هي مغرية خصوصا اللي عندهم سفر متكرر. احنا بنعرف مثل ما احنا هون ضمن دول مجلس التعاون في كثير سفر أعمال متكرر، خلينا نقول بشكل أسبوعي أو شهري، لكثير ناس بسافروا ما بين دبي والسعودية أو السعودية والبحرين. نفس الموضوع تمام موجود هناك ما بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وعدة دول هناك. فأكيد 4 أو 5 سفرات حتكون مجدية جدا من هذا المنطلق. فأنا بعتقد بالنسبة للمسافر طبعا عرض مغري جدا. بالنسبة لشركة الطيران، لو حققوا الأرقام اللي هن متوقعينها وأكيد عملوا لها دراسة كاملة، لأنه مثل ما قلت لك في تجارب سابقة لم تنجح كثيرا بهذا المجال. بعتقد حتكون كمان مجدية بالنسبة لهم.